عايز ايه يا زفت الطين؟ لا 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 مش كده، ده حتى كده عيب. هو ايه يا اخويا اللي مش كده؟ انا مش ناقصاك انت كمان، اطرش الكلمتين اللي عندك وخلينا نخلص. انا غلطان، انا كنت بس عايز اقولك ابي خدي بالك من سلامة حبتين، اصله صاحب مزاج وحنين وطيب على الاخر. انت بتقول ايه يا خرفان انت؟ انا على النعمة ما اقصد ايوتا حاجة، انا بس عايز اقولك خدي بالك عشان انا مراقب الحارة حبتين ومفيش اي حاجة بتحصل الا وانا رصيتها. نسيت اقول لك يا نيبو، مش انا مركب قمر صناعي؟ ده انت مجنون بقى. لا ما احبكيش وانت كده، ده حتى سلامه ما يحبش الست اللي لسانها طويل. طب اقول لك ايه؟ ايوه ما تخش يا اخويا نتكلم جوه، ما يصحش برضو في الشارع. اهو ده الكلام. شايف هات لي بقى. خش يا اخويا خش. عايز ايه بقى؟ والله انا بويا يعني صراحة يعني تشوف انت يعني كلك نظر. كلي نظر ازاي يعني؟ يعني اللي جودي بيه عسل بس كده من عيني. انت طق اتفضل. لا انت فهماني غلط. 20 جنيه كمان ما تغلاش عليك. مصممة على الغلط انت يا نبوية، بس ما علينا. بص يا نيبو، أنا عندي غيارين يلزمهم يتغسلوا. خدي بالك من كلامك وفكري في الكلمة قبل ما تنطقي، عشان لساني ده راديو اللي تشوفه عيني ينطق بيه على طول. الله العظيم يا نبوية أنا غلبت معاه، بس مش عارف. طب أقول لك إيه يا أخوي؟ إحنا نتكلم بعدين. مش هينفع برضو الكلام دلوقتي، بعدين. ماشي كلامي. اتفضل، يلا نتكلم. ولو يعني سلامة أحسن مني يا نبوية. نتكلم بعدين يا بكرة، نتكلم بعدين. لا يمكن أحسن مني. يلا يا أخويا جوزي جاي، يلا. والله العظيم أنا حاسس إن سلامة أحسن مني. يلا يا بكرة. يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي. يا مصيبتك السودة يا نبوية. أنا بجد يا عمي مش عارفة أتعامل معاها خالص. معلش يا كاميليا، استحمليه. أنا عايزة يفهم إنه بني آدم عادي، وإني أنا مش في دماغي خالص حكاية إنه أعمى دي. أنا آسفة، بس أنا بجد لازم أتكلم مع حضرتك. الحساسية اللي هو معيشنا فيها دي زيادة على اللزوم، ده هو مخليني أفكر في كل كلمة في كل حركة أنا بعملها. كل ده هيبقى صعب عليا قوي، أنا مش قادرة أستحمل كل ده. طب يا بنتي انت شايفه ايه؟ يا عمي سمير بجد لازم يروح لدكتور نفساني، لازم يتعالج من التهيؤات والحساسيه الزياده على اللزوم اللي عنده دي. سامحني بجد اللي انا بقول لك كده، بس انا ما عنديش حد تاني اتكلم معاه غير حضرتك. معلش يا كماليا، انت لازم تتصلي بيه لانه مستني مكالمتك على نار. كماليا سمير بيحبك بجد. ماشي، انت عايز مني حاجة قبل ما اقوم؟ لا يا حبيبتي، اتفضل. ممكن تبقى طالع عياط بقى، على فكرة الكلام اللي قاله الشيخ ده كله ممكن يطلع مش مظبوط. يا مرارك يا تميمة، يعني لا ليا أم ولا أب، يعني طلعت بنت حرام. لا إله إلا الله.
وأنا السبب. وهي عارفة ده واستحملت. بس أنا كمان شلت كل ده فوق دماغي من فوق. بس أنا لو كرامتي اتهنت قدام سلمى أنا يبقى خلاص ما عادش ليا أمة تاني. معلش يا أخويا أنا مش فاهم يعني. نورني. لو جليلة جت وقالت إنها غلطانة هرجعها. ناخدها ونعيش في أي حتة لوحدينا بعيد عن أختها. حسب لها الشقة والعفش وكل حاجة. مش عايز حاجة غير جليلة وبس. بس هي اللي لازم تيجي وتقول إنها غلطانة وإنها لما فكرت تجرجرني لحد القسم عشان خاطر أختها كانت غلطة كبيرة وكبيرة قوي كمان.